في إنجاز جديد من نوعه ومن بين أكثر من 500 متنافس تأهل فريق من مهندسي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلى التصفيات النهائية من بين 7 متأهلين في مسابقة تجربة على القمر التي تنظمها شركة الفضاء المداري بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نعم، تمكن فريق الهيئة المكون من المهندس يعقوب القصاب والمهندس عائشة الحرم والمهندس ريم سنان والمهندس يوسف القطان، تمكن من التأهل إلى المرحلة النهائية ليكون بذلك الفريق العربي الوحيد الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والسويد. بهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة عن فخره بفريق البحرين للفضاء الذي يصنع تاريخا ومجدا وطنيا جديدا بإنجازاته المستمرة، وانتقل إلى مرحلة جديدة ينافس فيها أو يتنافس فيها مع كبريات الدول النشطة في مجال الفضاء للوصول إلى الفضاء الخارجي وليضع بصمة بحرينية على سطح القمر.